بتتميز هي البوزة الداء عن المكنات العادية، البوزة العادية المكنات الحديثة بلزوجتها، طيابتها، بنعومتها، بدقة دقة التراسي، طعمتها انه طعمة خيالية غير المكنات الحديثة. هي يدوية، فكل شيء يدوي بيجي أطيب سبحان الله. اخترع هاي المصلحة ما كان في كهرباء ولا كان في تبريد، فأشكلت عليه هاي المشكلة، فطلع على جبال الزبداني شاف التلج فيها، فراح يجيب تلج ويجمعه بالمغار بالجبال ويغطي عليه بالشتاء للصيف، فبالصيف يروح قبل طلوع الشمس يجيب التلج اللي بده اياه، يسحب كميته منه وينزل على المحل اللي عنده ويحطه بقدر بين عنده القدر تبع المكنه تبعه نحاس وخشب، يحط بيناتهم ثلج وملح ويكفي شغله. اي هلا تطورت بعدين، يعني هلا تطورت عن اول كثير، فصار في كهرباء، صار في تبريد، فالتغى هي الثلج وكله التغى، بس الدق تم الدق شغال لهلا، يعني تمينا محافظين عليه لهذا الوقت. اي هلا طريقه التحضير تبعنا، هلا نجيب الحليب الخام الاصلي بنصفيه من الشوائب ومنغليه بقدر نحاس حصرا عشان ما يلزق او ما يعطي طعمه، ومنحط له بنضيف له السكر والسحلب، طبعا افخر انواع السحلب لانه في سحلب انواع، ومنبرده مزبوط ومنجيبه بالجماده الحديثه تبعنا هلا حاليا ومنرشه على الدائر، بعدين منقحطه بالمشحاف ومندقه، منضل عم ندقه، كل ما دقيناه كل ما بيعطي لزوجه اكثر وطراوه وطيبه، يعني طعومه اطيب. عن اول كان يدقوا بس الحليب، هلا صار في تطور اكثر، الحليب بالقشطه، الحليب بالفستق الحلبي، الفواكه كلها مندقه، نجيب الحليب بالكرز، الكرز الخام من السوق، والفريز والموز كله بالحليب، فريز بالحليب، كرز بالحليب، موز بالحليب، وصرنا ندقه كله، يعني مو بس الحليب بالقشطه.